نعم هتقول طبعا ايه؟ هتلاقيني كاتب في الورقه العامل بتاعها ومطلوب منك في النظري اربع نقاط ذاكرهم معلش. اربع نقاط نظري الاقتصادي بتاع الايرن حاجه بتاعنا. كم حاجه كده يا رجاله؟ ست. دلوقتي حالات الورقه ده اضعف ايمان النهارده. عملت هيجوا معاك بسهوله ان شاء الله مع الورقه اللي احنا هنقول دلوقتي هتلاقيهم ماشيين معاك بسرعه. طيب عندنا اربع حالات ورقه ثانيه. دلوقتي هنعمل فيهم ايه؟ مش هيبقى في وقت تذاكر عامل تاني على بعض. فدلوقتي الاربع حالات اللي فاضلين تذاكرهم مع النظري بتاعهم دي ساكت. انا عندي مثلا هنبدا ببرنامج ده اسمه الاسبريشن مثلا. الدكتور ما حد يسيب رنك الازمه صح؟ خلاص انت راجل طبعا عندكم تكوين ومش تكوين روح لسنه في المائة. خلاص ادام سنه ورقه لا يبدا ورقه ثانيه. فذاكر تحديات الورقه. فهو قال في الاسبريشن مرات كالازمه يبقى ذاكرها نظري ثم جيب عامل كم مره. عامل لازمناها خلاص الامتحان بعدها. يعني ذاكر دلوقتي لازم الامتحان بعدها على طول. مفيش وقت قصير تاني. عندك حاله دايريكتس ميليتس اكبر حاله في العامل واهم حاله هتذاكرها نظري وبعدين عامل وراها على طول. ثايرويد انا الراجل برضه كتر خيره ما يعني عندنا في طب هنا كان عندهم امتحان النهارده انا السوق كده ما سمعتش عنه لسه. الراجل برضه حدد معاهم برضه زي هو مش عارف بتوع الفارما ربنا هديهم كده كلهم اثنين. بس هو عمل ايه؟ لا ان شاء الله هو عمر حسيت بيتحط ما تحبوش. المهم اللي بس هو الراجل عمل حته خميس حدد نظري في العمل فاهم حاجه؟ بعد ما اتفاجئ ان الامتحان يومين ان هيذاكر منهج تقريبا ثلاث ارباع يعني كده. هو راجل كتر خيره مش خميس ولا حاجه. قال لك باروكا لازم نظر وعامل دايركت نظر عامل يساروي تعرف ان هو حد انت ساروي ولا لا؟ قال لك عامل ازاي؟ طب ناقصتك حاله بقى اللي هي كيمو سيرابي يا ريت سيادتك هو راجل برضه مش ضاحك عليك هو قال لك جنرال كيمو سيرابي هو اللي جاي ريتن والحاله بتاعت كيمو سيرابي على فكره الان كيمو سيرابي اللي في العامل ما اكلش عيش هتقول لي مره ذاكر حاله كيمو سيرابي منين؟ النظر هتقرا العامل فيها بسرعه النظر بتاعها خاصه ليه؟ الحته اللي ما بتحبهاش تجميعات اخر جنرال كيمو سيرابي علاج التايفويد عارفه؟ علاج التايفويد دي يقول لك مثلا لو انا بتكلم عن واحده بريجنا حاجات دي هتلاقيها ان شاء الله ماشيه معاك واحده بريجنا ايه الادويه اللي ممنوع عليك؟ ايه الادويه اللي سيف عليك؟ واحده لاكتيك واحد عنده ليفر ديزيز فاكر ولا لا؟ التجميعات اللي في اخر جنرال دي ذاكرها مش عشان نظر عشان العمل بس عارف كنت فاهم ايه؟ هتقول انا هذاكر نظري تمام واجي الحته دي ده ام سي كيو عايز اذاكرها بالكتاب يبقى مش تيجي لا ذاكرها عشان العمل الله يكرمك ده تقسيمه العمل عمل 40 درجه انت هتاخد درجه دي لحد دلوقتي انا ما عنديش تحديد بروجكتات مش عارف حتى النهارده لسه حد عندكم؟ تمام البروجكت طبعا بتكتب زي ما قلت لك بترسمها زي الجراف كده ترسم الرسمه والايتمز بتاعتها وار وتكتب وار كده لحد 10 خلاص؟ طيب الورق بس مين اللي ما خدش؟ طيب يعني هنبدا ان شاء الله دردشه كده في الحاجات وانا قلت لك هو جدولك اهو عشان ما حدش يضيع ورقه النهارده مفيش بريك معلش ما ازعلش والله ما ينفع معلش يوم السبت براحة براحتك بس الكره دي بعد العيد الكره مش بعد العيد خد لك ثلاث ايام راحه الكره كده كده هتذاكر في ثلاث ايام مش هتديك والله خلاص هي هتذاكر في ثلاث ايام وهتديك فيها انت طبعا على مستوى الجمهوريه فانت بعد الفرن عم كل ثلاث ايام بريك اصلا بس معلش معلش شيل نفسك كده لحد ما تخلص وبعد كده تخلص اول حاجه اون لاين عشان الوقت يلا انا مشكلة كان والله انا عارف بس دي حرام تضيع في عارف التعبانين اللي تعبان ينام اه ما تقعدش تتكلم عشان ما تنساش من جوه الاون لاين انا كده طبعا الحاله ان شاء الله تيجي مشخصه فاجر يقول لك الحاله دي اون لاين سواء قال لك نوعها او قالش طبعا انت عندك الانجينا يا دكاتره ثلاث انواع ستيبل ان ستيبل فاريانت تمام ولا تفرق معانا النوع يعني تفرق معاك في العلاج اختار العلاج طبعا هو هنا لما تيجي الورقه معاك هيقول لك الانجينا انا دلوقتي ببدا واقول لك ايه الادويه المسموحه ايه الادويه الممنوعه طبعا زي الناس اللي معاش ورقه معلش على الورقه بس عشان ما اضيعش وقت انا همشي معاك مذكره واحده واحده واعمل حاجه هات اقول لك اول حاجه نايتر الفاريانت انجينا سالتك الفاريانت انجينا ممكن تكتب فيها اي نوع من الادويه طبعا انت عارف ادويه الانجينا عامل مليون ده بس كانت ايوه ادويه الانجينا في بيتا بلوكر في كالسيوم شانل بلوكر في نايتريت دول اسمهم بين سيرابي يعني ده علاج الاساسي في علاج اديشنال سيرابي زي انتي بليت عارفين زي اسبرين في علاج برضه اديشنال زي
انتي هايبر ليبيديميك دراج في الستاتين. انا بتكلم دلوقتي على العلاج الاساسي. ففي ثلاث مجموعات اساسيين كبار، بيتا بلوكر، كالسيوم شانت بلوكر، نايتريت. في شويه نوتس كده في الاول بقولها لك، ده موجوده في الورقه، بيقول لك لو واحد عنده فاريانت انجايما ممنوع عنه ايه؟ مش نعرف، لان بيتا بلوكر ممكن تعمل فازو كونستريكشن وبالتالي تموت الحاله. كان لو معلومه هتلاقيها مكتوبه. ثاني معلومه، لو انجاينا مع برونكا ازمه او بريفرال باسكوار ديزيز، مش دي بحرف البي؟ برونكا ازمه عدوه البي، والبي بي دي برضه عدوه البيتا دول. يعني الاثنين دول بالذات، لان طبعا البيتا بلوكر بتقفل ايه؟ البيتا ريسبتور بتاع برونكوس باز في برونكاي وتعمل فازو كونستريكشن. ولذلك بلاش بيتا بلوكر. تقول المرض دي مين؟ عندك يبقى تانيين في شغالين. يبقى الواحد عنده انجاينا ومعاه برونكا ازمه او بي في دي بريفرال باسكوار ديزيز، برضه بلاش بيتا بلوكر. التالت، واحد عنده انجاينا وهارت بلوك، مش هارت بلوك، هارت بلوك يعني دي برضه، يبقى برضه بلاش بيتا بلوك، وبلاش ده اسمه برابامين. طبعا انت عارف ان برابامين عامل معامل بيتا بلوكر، صح ولا لا؟ السؤال ده في الامتحان النهارده، ما يتاكلوش مع بعض ليه؟ ده حاجه تموت. هارت فيلر وهارت بلوك وبراد. تمام، اخر سؤال، انجاينا وهارت فيلر. واحد عنده انجاينا وهارت فيلر. طبعا الهارت فيلر ما ياخدش كالسيوم شهر بلوك، عارفين كده ولا لا؟ الكونجستيف بي سي اي كونجستيف هارت فيلير ما يحبش الكالسيوم شابلون، وطبعا ما ياخدش بيتا بلوكر بلارج دوز، ياخد بيتا بلوكر بايه؟ بسمول دوز. يبقى اذا اول حاجه قالها لك في الانجينا، لو انجينا مع حاله ثانيه تختار مين؟ هو اهم من الاختيار بلاش مين؟ هتلاقيهم مكتوبين عندك تحت بعض كده، بلاش بلاش بلاش، هتلاقي كلهم بلاش بيتا ايه؟ بلوك. اول حاجه اللي هي ستيبل انجينا. انا جبت دي هتحس ستيبل انجينا يا جماعه في الامتحان. في طبعا كالعاده في كل حاله كارديو جنرال تريتمنت. الجنرال دايما في كل حاجه كارديو عادي ولا لا؟ اطلب مريض ايه؟ ريست، صح؟ ايه رايك اطلب منه يعمل فازو؟ يقلله. يعمل ايه في السولت؟ كل حته يقلله. يعمل ايه في الاستريس؟ حاجات ثابته هتلاقي مكتوب عندك كده في سطر واحد، يقلل الاستريس، يقلل الاكزيرشن، يقلل السولت، يقلل افويد هيفي مين. ايه افويد هيفي مين؟ مش تبقى فاهم يعني؟ الانسان عنده انجينا لو كان وجبه تقيله يخش الضغط على طول، لان الدم كله بيروح للمعده ويسيب دم. اخر حاجه تعمل له ستوب سموكينج وتقلل البودي ويت. تمام. الدراجز قاعدة عامة، أي واحد أثناء أكيوت أتاك، بص بقى الأكيوت أتاك في الأنجينا ملهاش نوع، مش تفرق معايا. فكرك زمان الأكيوت أتاك بتاع الأنجينا اللي هي شيست بين يعني ما تفرقش معايا نوع إيه، ما تدورش على النوع، مش أكيوت يبقى تيو يا إما سابليكوال ها نيتروجليسرين. هو النيتروجليسرين بيبقى إيه؟ نص، فاكر ولا لأ؟ نص مللي جرام. يا إما سابليكوال أيزو زوربيت داينيتريت أو نيتريت ويبقى 5 مللي جرام. اي اكيوت انجينا سواء ايستيم او انستيم مش عارف ايه، ادام اكيوت يبقى تحت اللسان. وعلى فكره الاثنين زي بعض، يعني ما حدش يستسقى ويبدلهم ببعض، يقول لك ما جابش نتيجه مع ده، اعمل يديله الثاني، ما تهبلش، الاثنين زي بعض. وبعدين طب سؤال، اقدر ما جابش نتيجه مع ورس نايتريت تحت اللسان، اعمل ايه؟ قرر تاني، ريبيت، افضل كام فاكر؟ 5 دقايق. 3 دقايق، 5 دقايق، المهم 5 دقايق، اكرر تاني مره. لسه الوجع موجود، ليك الثالثه والثالثه تبقى. فاهم يعني؟ واخد مره، الثانيه الثالثه، بعد الثالثه ستوب، ما ينفعش تدي رابعه، فاهم ليه؟ لان كده بعتبر حاله مايوكارد ايه؟ ولذلك انت ليك كام جرعه اقصى حاجه تحت اللسان؟ 3. يبقى ده الاكيوت، بص على فكره الاكيوت ده يخص كل انواع ستيبل انستيبل فاريبل، تمام؟ الاكيوت ده اصلا جاينا علاقه ايه؟ ثابت تحت اللسان ناترو سرين. تعالى نسالك، يقول لك مين الدرج بيستخدم في الاكيوت انجينا؟ تقول له ناترو سرين، يقول لك الطريق بتاعه صابيك، ميكانيزمه، كونسلت افكت، بعدين يخش على السؤال اللي بعده. فاهم ولا لا؟ يعني كل سؤال بعد بص في كده حته عامله ايه؟ قال عليها سؤالين. هو الدكتور سالم في الترم الاولاني عمل ايه؟ قال لك العامل له احترام. يعني لو كان مثلا حاجه عليها 10 او الكيرف كان عليها 10 اسئله في الـ في الكيرف يعني، كان يجيب لك 7 عملي وكذا نظري. طب ما ده مصلحته. لان معظم حاجات ورقه اولى فانت هتلاقي النظري فيه مش جامد قوي يعني مش فاكره كويس. بس هيجيب لك حاجات الايه؟ ان شاء الله مشهور. وبالتالي عامل يذاكره ويذاكره قوي كمان. طيب دلوقتي احنا قلنا الاكيوت اتاك سواء ستيبل او ان ستيبل او فاريانت حليناها. ناقصنا بقى ايه؟ في البيت وهو مروح هل هو على ايه؟ حسب نوع الانجينا. اول نوع عندنا دكاتره اللي هو ستيبل. ستيبل انجينا او اسمها كلاسيك او اسمها انجينا اوف ايفورت ده بياخد ايه؟ طبعا عندنا ادويه كتير. هو بيقول لك ستارت ويز بيتا بلوك. ستارت ويز ايه؟ في سؤال. اقدر ستيبل انجينا ومعاه برونكا ازمه ينفع اقدر بيتا بلوكر يا جماعه؟ خلاص يبقى انسى لهم كالسيوم شانل بلوك. يبقى بص يا جماعه لو انا معايا دلوقتي انجينا كرونيك. انا ببدا بايه؟ انا عايز الورقه معاك بس عشان مش عايز اقعد اكتب الموضوع ده. عايز تتابع معايا الدوس تحس ان انت هتعرف تذاكر ايه. كرونيك تبدا بايه؟ ستارت ويز بيتا بلوكر اور
كالسيوم شربت وعلى طب امتى ابدا ان انت ده القاعده دي طب اللي اذا كان ممنوع زي الاربع حاجات اللي فوق شفتهم كرونيك ازما هارت بلوك مثلا واحد عنده رفع باسبر سيز الكلام ده ساعتها بلاش كده بروكر ويبدا كالسيوم شربت افضل البيت واحد فيهم لسه بلاش واقول ادي معانا هايدريك بس لونج اكتنج فاكر كمان حاجه اسمها لونج اكتنج اللي هو بقى ايزوتين لاين هايدريك او مونا جريد بتلاقيه بقى فور مش طبيعي ولا طبعا معلش انا الامان ايه الامان في ارقام بس سالت على الارقام بتاع العمل مش مستاهل يا جماعه كل حاجه تعرف ارقام بسرعه موجوده هنا يا جماعه الارقام لا الارقام ان انا ان شاء الله جايبها لك هنا بس المذكره دي حاولت احافظ عليها لحد اخر لحظه عشان كده يعني ما تروحش وعين فيها عليها تبقى كارثه يعني فانا ايه يعني انا جايب معظم الارقام بس في حاجات لسه إيه حرام بقى اوفر وحاجه محفظه عليك تنساها ما شفتها وقلت ربنا ما استناش شوف بعض مثلا كده في فايع هنطبع طيب يعني في ارقام هنا اهو برامين هتحفظ رقم والتاني ضعفه عشان تفهم يعني برامين 40 او 80 سوري 30 60 الاثنين 10 احفظ رقم الثاني ضعفه يعني ايه بدل ما تجيب دور سد ورسيم مثلا تمام البيتا بوتر فوق هتلاقي اكيد له هتلاقي له 50 بيتو فلور 50 بروبرا فلور 80 يعني احفظ رقم والثاني اضعافه على فكره ضعفه سواء ضعفه مرتين او ثلاثه في ناس ودي كورانديك قلنا ده مش مشروع في النظري بس هو بديل من الفكره تمام انا كده خلصت لك حاجه ستيفن انجيرا في التعليم سؤال عشان بس الناس اللي لسه جالهاش ورقه انا دلوقتي لو جالي اكيد اتاك هعمل ايه رجاله عشان ننجز ننجز صبر نايترو لسرين تحت اللسان او ايس فوربين تحت اللسان ما استجابش قلنا نعمل ايه طيب هو امر واحد دي ادام ستيول هياخد ايه ابدا بيبيتا بوت لو ما ينفعش الدين كذا شغل لو انت عايز تجيب دواء هتدي فين نايتريت اللي هو لونج اكتنج يعني ايه لو اور سسبند ريليز يعني تمام عايز تضيف بعد كده في اضافات زي ما قلنا اديشنال فاكر اسبرين وانتي بيتد استاتين انتي هايبر ليبيديم هكذا دي حاجه اسمها انجر اللي يحفظها يكسب ايه تعالى خد تحتها الفاريانت انجر الفاريانت زيها زي الاستيبل بالظبط في كل حاجه مع حاجه دي ده ايه عبرنا بيتا ايه؟ يعني اشيل من المعادله بيتا ايه؟ ما ياخدش بيتا دوك امال ياخد بدلها ايه؟ كالسيوم شامبو يعني لو جالي سؤال في الامتحان يا دكاتره في الحال ان مريض فاريانت انجاي صح يقول لي طبعا اعرف بس يا عم التاني والله يقول لك ان حصل فاز وسباز وراح شخصه هاري بس ما عندكش انت كان قرار التفات اكاديمي مش كلينيكال يعني لسه هو مش مهم انت تشخص حاجه زي ما انت تعرف تعالجها ازاي فاريانت انجاينا الحد فرد وحيد بينها وليه يستمر في المرحله بلاش بيتا دوك استبتاع مين؟ لسه مش هتبتدي معاه مين؟ بس طيب انا لسه هحكي لها كتير عشان اول حاجه تخلص حاجه اسمها ايه بقى؟ الستيبل انجاينا طبعا الستيبل انجاينا ده مريض بتبقى حالته طوارئ ما يقعدش فيه ليه؟ لازم يتحجز في مستشفى خلي بالك ساعات بيسال كلمه هوسبيتاليزيشن ما ننساش حاجه مع بعض المريض يقول لك المريض يتعالج في بيتهم ولا يجي في اسئله كده في الحاله بتبقى بره المعلومات النظري او العملي بتبقى بس محتاجه تكون ناقل كويس يقول لك ده يتعالج في بيتهم مثلا ما ينفعش لازم يتعالج فين؟ في المستشفى وانا ممكن يخش عليها مركزه كمان نص كارديش تاني حاجه ناتو لسرين بص بقى هي ناتو لسرين بيتاخد صابين الاول اخذت كام جرعه؟ كارثه ثم يطلع عينيه مركزه مش هياخد تحت اللسان بقى ياخد اي بي اي انفيوجن ثم هو مروح بيتهم ياخد اورال وترانسكريبت شوف الترتيب ده الترتيب عشان الناس اللي بس معايا وهيجي لها كارثه كل حاجه مفيش حاجه بتضيف يبقى هو كده في السرير مش كله ورا بعض او مع بعض بالترتيب صابرين في الاستقبال طلع عينيا هيقعد ثلاث ايام اربع ايام ياخد اي بي انفيوجن استقر وخارج معاهم راح بيتهم ياخد كوره او باتش بعد عارف الباتش بيس بيع عن كوره او كويس من استباص ايه ميتابوليس فاهم تمام ثم ياخد معاه سؤال بقى اللي هنا الاستيبل فيه ست حاجات هياخد واحده فيهم كلهم يمين كلهم مع بعض ده عظيم عظيم هو خد نفس السرير ياخد معاه ميتابوليس طبعا بيتا بلوكر زي اتين ياخد معاه نيفيدرين او نيكورانتين لسه ما جاش ياخد معاه طبعا اسبرين عارفين اسبرين ده ايه انتي بيتريت وهيبرين ده انتي بارد ثم اخر حاجه ياخد حاجه اسمها كوليستيرول ريدكشن خد استاتين استاتين ثم هو مروح بقى في حاجه اسمها طبعا في حاجه مش تبع الميديكال او مش تبع الفارما اللي هي بقى حاجه اسمها ايه كوروناري ارتري اللي هو عامل ايه اثر دي اول حاجه حته انجر بخلص الكلام بعد ما نزل قال دلوقتي بص انا حاجه ايه اصل انا دلوقتي عايزك بعد ما تسجل حاجه كده تطلع منها بالعرض كم ازاي اجيب انجاي عرفت كم نوع؟ لا قلت بقى ثلاثه ستيبل عنده ازاي؟ اكيد عن ايه؟ عنده سيت تحت اللسان وان
اللي بيكد ان كامل الثاني يموت ثلاث ايه ثلاث مرات ما جابش يعتبره ايمار ايمار لسه دي صح ولا طيب اكيوت في الثلاثه زي بعض طيب ايه الفرق بينهم ولا ايه الكورونا ايه الفرق بين ستيبل وفاريانت في الكورونا بيتا بلوكر بيتا بلوكر تنفع في الستيبل كفيرست تشويس او بدلها كالسيوم شاب بلوكر ومعاهم نيتري طب الفاريانت شيل بيتا بلوكر وحط مين مع مين كالسيوم مع نيتري طب الستيبل عندهم يبقى واحد نيتري ستيبل اه بيتا بلوكر كالسيوم شاب بلوكر ثلاثة مع بعضهم ايه تاني؟ اسبرين هيبارين ممكن ايه تاني؟ كوليسترول الريدكشن هو استاتين لا حتى انجانا ان شاء الله لو انت ذاكرتها بالمنظر ده واهم حاجه تركزني فوق بص اصعب حته في الانجانا ايه؟ الحته اللي فوق دي مين ما يتاكلش مع مين؟ البيتا بلوكر بالذات عليها تنبيه طيب ادي اول حاله يا عم عندك ايه؟ حاله ثانيه هي امتداد الحاله وعلى فكره ما تبقاش حاله منفصله الكتاب شرحهم على بعض نعم الانستيبول ياخد كل ده مع بعض الانستيبول الالات بياخد كل ده مع بعض والله اللي ما يطلعش ما ينفعش طبعا خد عرفه ازاي انت وانت ماشي في الحاله على فكره ممكن وانا زي ما قلت لك كده الانجاينا ساعتها حكيت لك تمام انها لو جت حاله حاله كبيره ممكن يعني ممكن الدكتور على فكره بيجيب لك ادعيس ورا بعض لو انتوا فاهمين عملي بيجيب لك ادعيس ورا بعض ازاي اشخاصيا هتلاقي الحالات ماشيه ماشيه وتيجي لك الاتصالات رقم 8 مثلا في حاله جديده فاهم؟ فلو حد جاب حاله انجاينا عشان يشتغل في امتحان ومعلش قبل ما انزل يعني تعاون كده ما تعاونتوا ربنا كرمكم نتعاون شويه كده عشان ربنا يكرمنا فاضل لنا ايه؟ انا ما عنديش كل الامتحانات اللي عملي اللي فات للاسف كان عندي وضعت في نادي السلطه من مكان لمكان امتحان 2010 و11 و12 10 11 12 اللي عنده في البيت يكسب ثواب في الناس وصوروا لهم ان شاء الله منه ما جاش يبقى من 13 و14 والله مزار اقول اهو الامتحان على فكره بتاع الترم الاولاني هو كان عنده جاي من 2010 11 الدكتور جاب الحاله بالظبط كوبي بيست يبقى انت انا محظوظ بقى والسنه دي مش عايز اقول لك بقى يبقى كل حاجه كده مصممه انها تلاقي حاجه كده والله مصر حالات اهو 2010 حاليات اهو و11 معلش بص ما تقعدش تقول لي هم ذاكر لا تذاكر وتحل لو ربما تيجي زيها يبقى انت عارف استاذ كده مش عارف ماشي انت مش ايه رايك في النهارده صحيح مش فاهم مين؟ الشعور حلو قوي انت ما تصفرش ان شاء الله فالله يكرمك اللي معاه الحاجات دي صورها لنا اسمع عنه ممكن تجيب لنا ان شاء الله مش مكتوب ليه مش عارف اكسجين مش مكتوب التبس
يلا عشان كل واحد بعيد اجيب لك ورقه. ومكتوب فيها الاسبرين كلوبيد جرين. لا كلوبيد جرين ينفع مع بعض. المهم لو حصل حاجه نعمل حاجه اضافيه مع كده يبقى منى اساسي. لو حصل لا قدر الله بل منى ريبوتين ليه دراجون شوز فيها؟ يعني دلوقتي انا ماشي في حاله طبيعي قلت منى وسمعت جالي في حاله فجاه بمنى جيب سال يوزي ماي كانت دراجون شوز طبعا انت عارف مواد ديوريتك ولوب ديوريتك تمام. لو الضغط انخفض اديله صلاين اي في انفيوجن. طب لو حصل لا قدر الله الريست المريض خلاص ما بقاش فيه اي حاجه سيبها وعارف كلمه سيبها اللي هو ريسستيشن بس. والله لو تركز ان شاء الله تروح تركيزك يعني تلقط بس الكلام عشان يسهلك وانت بتروح. خليك ساكت. يبقى مورفين قلنا مورفين اوكسوجين نايتروسين تحت اللسان ثم اسبرين دلوقتي من 4 ل 60 قلنا اف ثلاث حاجات بقى. لو حصل لا قدر الله الريست يبقى سيبها. لو حصل تلمون رديمة يبقى بروزومات. لو حصل المريض ده كان مني في هايبوتنشن على محلول اي بي صار تمام كده؟ لو دلوقتي الكلام عليها مركزه قول معايا انا دلوقتي في الاستبعاد عملت الكلام ده منى في العنايه المركزه عن ايه؟ اهم دواء في عنايه دلوقتي مهم سرونكو جدا. السؤال ده كنا النهارده لطيف ليه صح؟ لطيف ليه طبعا في مميزات حلوه ولذلك بنبدا بيه كدواء. يا ريت برعيه فيها يا ريت برعيه يا ريت لطيف ليه يا ابني بيتاخد جرعه 9 من 10 مللي جرام لكل كيلوجرام دي جرعتك بس. هتقول لي ايه اللي جنبها ده؟ تقسيمه الجرعه 10% اي دي بولس مباشر والباقي على محلول على مدار 60 دقيقه او ساعه. اسم مش هدي الت بليز وستريبتوكاينيز يا ده ده فاهم حاجه؟ الاثنين زي بعض مين احسن قلنا؟ يبقى يا الت بليز يا ستريبتوكاينيز ادي اول درجه. انت هتفيك اسم الدواء والرول بتاعه من النظري ده سرومبوليف تعال بيحاول تلازمينه شيل اللازمين. طيب تاني دواء مطلوب ايه؟ كيبارين. اسمع اللقطه دي معلش انا مش هقرا معاك. ليبرين انواع في اللي هو لو موليكولار ويت صح؟ واي موليكولار ويت طبعا لو انضف انت عارف ليه؟ المهم ليبرين ما بيتاخدش لوحده ليبرين بيتاخد مع وارفرين كفتره اوليه كده بيسموه اوفرلاب فتره كام يوم؟ كده خمس ايام. خمس ايام ده الماكسيموم يعني. لماذا اعطي وارفرين مع ليبرين خمس ايام مع بعض الاول؟ بالعربي لان وارفرين بيعمل انيشال ثرومبوزس فاكر؟ ومش عامل فصل مش وقت هو كده حتى بتاع عامل فصلش. الوارفرين لو اتاخد لوحده في الاول هتبقى كارثه. نبدا يبرين مع وارفرين مع بعض خمس ايام ثم واقف مين واكمل مين؟ واقف يبرين واكمل وارفرين وممكن نروح وارفرين البيت تمام كده؟ يبقى اول دواء خدناه في البيس تاني دواء رد انتوا بقى انت اسمه يبرين ومع مين؟ لمده ثم واقف يا يبرين مستمرين على مين؟ وارفرين تمام ثم نايتريت هتقول لي ما لسه مدينا نايتريت في الاستبدال صبيبه هنا هيتاخد اي بي اي انفيوجن ثم بوزيتيف اي نوتروبيك بس بشرط خلي بالك من اللفظ ما حدش قال بص في نوتروبيك انا اساسي اف شفت اف ايه لو حصل تاجر شوب اذا معلش كان لها بيني وبينك كلام اكس يعني هي تبقى مش مهمه بس انا خايف تعتبرها اساسي. لو انت اديت دوبامين في حاله مايكارد ما ينفعش هتروح في ده دوبامين بيشغل القلب ممكن يموت. هي حاله وحيده اللي تدي فيها دوبامين في حاله مايكارد ما ينفعش حاله ايه؟ كارديوجينشن بتبني الكلام السوبر ده. طيب ايه اللي جاي انا عايز معاك الادويه الاساسيه ارتي بليز هيبقى معايا ايه؟ وارفرين ومعانا نايتو جليسرين هنا او دي اي بي فيوجن ماشي معانا اللي جاي مورفين لتاني مره هتقول لي مورفين مزيد بالاستباك اديه تاني الرول بتاعه مهم بقى ايه رول المورفين يا ولاد في مايوكارد انفارشن سؤال نظري وعملي المورفين على حاجه بيقلل البين مذاكر يعني اكزايتي بيقلل بري اند افتر لود لانه فازو ضيق اخر حاجه بيقلل تاكيبني لانه بيقلل اكتب بيقلل ريسبونس التصاعد ولا دي ميزه من مميزات يا ولاد المورفين هنا يعمل ديبريشن اوف ريسبيراتوري سيل بيهدي شويه الميه. ثم اكسجين كالعاده وبيتا بلوكر بص بقى البيتا بلوكر من اول يوم. ليه؟ عشان يمنع عليه انفكشن. خلي بالك زي ما قلنا زمان قاعده قلت لك القلب لما يموت منه شويه ما بيسكتش. فاكر يموت زي ما قلنا ايه؟ مش عارف يعني عدي عدي فايه؟ فالبيتا بلوكر لازم تهدي القلب لان لو القلب بدا يعوض هيموت ناس كتير منه. فلذلك البيتا بلوكر اساسي. عايز بقى حد جدع كده بيفهم يعد لي كام دواء اساسي في العنايه المركزه فوق في المايكارديوم هو اللي معاك. حاضر.
الهيبارين معاه وارفارين. انت هيبارين وارفارين اي في انفيوجن مورفين وميتوكلوبرامايد. ولو سالك ليه بدي ميتوكلوبرامايد مع مورفين حد عارف؟ عشان الفوميت. عارف مورفين بيعمل فوميت؟ فاكر ولا مش فاكر؟ على فكره دي كلها سيب عمل هو بيسالك كده ليه بتدي ميتوكلوبرامايد مع مورفين؟ عشان الفوميتنج بتاع المورفين. طيب ثم عندك بتدي بعد كده اكسجين اساسي وبيتا نفكر من اول لحظه تمام. لما انت راح عملتهم بقى ولا كان ماشي الحمد لله كويس مشي على جوانا كيف البيت بقى حتى غالبا كلها خلاص غالبا اسبرين وكلوميدو كلين طبعا دلوقتي الاثنين بيشتغلوا ايه؟ بيشتغلوا عليهم انتي ايه؟ انتي بليف يبقى اسبرين وكلوميدو كلين الاثنين مع بعض بيتا بلوك اساسي ايسي انهيرت حتى عارف ده لماذا اعطي ايسي انهيرت بعدين النظر يعني لماذا اعطي ايسي انهيرت دول؟ ايوه ايوه جدا جدا تقول لي كريز المدمن تمام ده عشان اصلا من بعوشك عادي عشان يعمل المدمن ثم وارفارين ثم استاتين وبعد كده سؤال جميل جدا وليه في العمل سؤال اللي على فكره صعب اخر حته اللي عليه انت بتذاكر شد انتباه سبارولاك او طبعا البديل المحترم بتاعه ابني انت عارف ابني عشان ما يعملش مشاكل تاني في مصر امتى السؤال كده؟ امتى ادي الدوستين انتاجونست لو دخل مني فارت كده؟ خلي معايا صبر. خلي بالك عشان دي تسيب العادي كده. امتى تعطي سبرومكتور لحاله مايكاردال انفاركشن لو بدا يدخل في اعراض هارت ايه؟ بس ادي يا عم تاني حاله. على فكره دي الحاله اللي مكتوبه عندك انت لو قعدت تنطر هتلاقي ده الكلام اللي انا قلت لك. ماشي. دلوقتي حاله واحده يعتبر في الامتحان بس حاجه كويسه جدا لو جت ممكن تبقى 15 درجه بقى. لو نخش حاجه ثانيه اسهل شويه ودمها خفيف هاي بارتي قول الهاي بارتنشن يا شباب ده انا عايز اول حاجه وانت مذاكر قسمه الاول معلش يا جماعه عشان هنا في حاجات مش مكتوبه لان انك مكان مش شايف هتلاقي ايه هتبص لي مين فاكر الكلاسيكيشن بتاع الهاي بارتنشن لو سمحت نعم هنا قول ده ل 100 يعني 140 ل 100 اسد اكثر 160 ايرجنسي اكثر 180 اكثر 220 انا بزود هنا كم انت بتذاكر 20 اخر واحده بس بتذاكر طب انت عايز تقول فكرني قال 80 ها 80 ب 9 و 80 بزود 10 من الاخر 90 ل 99 ها اكتر من 110 اكتر 110 من 100 ل 109 يا عم تعالى ماشي بعد كده اكتر 110 ايمرجنسي اكتر من 120 ايمرجنسي صح كده؟ تمام 140 المهم ايه الفرق بين الجنس والامرجنسي مش الارقام كفايه مليون مره يا دكاتره عشان ناس كتير سالت لو لقينا الرقم ده هنا او الرقم ده هنا ايه الفيصل الفيصل مش الارقام في الامرجنس والامرجنسي الفيصل ايه بط اورجان دامج مين معاه اورجان دامج اليمين يبقى هنا نو تارجت اورجان دامج اديني مثال فيش تريبر هيموليج فيش تيدا هيموليج فيش تيدا فيلير فيش هارت فيلير فيش ستروك لكن هنا في تارجت اورجان دامج فزي واحد سالت دكتور هذا الرقم ماشي مع الجنسي وفي كومبليكيشن في العين الجنسي الرقم ده ليس عبره واحده دي كده شكل يا ولاد الهايبرتنشن اول حاجه تعملها قبل ما تبص في المجموعه نجيب بقى الحاجه واحده واحده كالعاده جنرال تريتمنت ودايما الجنرال في كل الكارتز يا بعض ريسك يا ولاد انا بطلب منه مش رايق فيزيكال اكتيفيتي مطلوب منك الرقم بطلب منه كام ساعه في اليوم نص ساعه في اليوم كام يوم في الاسبوع اقل حاجه كده اقل حاجه بس كده الدايت بتاعي اقل من 6 جرام تعرف الرقم ده الدايت ياكل فروتس فيجيتابلز ولو فات الهايجين اقل طبعا ستور سموكينج اقل وزنه اقل ستريس والكحول ويصاب بالسكر طيب نبدا عليها طبعا دول ما مش تبعنا مش عاملين حاجه البرايمر تنشن اول واحد اسمعني
واحد جالي قايل ضغط ان هو بري هايبرتنشن، قال له انت ايه الاخبار؟ عندك حاجه في الضغط؟ قال لي لا، يعني بري هايبرتنشن بس نو تريتمنت. معايا لو واحد بري هايبرتنشن ما عندوش اي حاجه ثانيه نو تريتمنت، روحوا عليه على جنرال تريتمنت. طب لو معاه دايابيتس اور كورونيك كيدني ديزيز، سي كي ديليا كورونيك كيدني ديزيز، انا كده اعمل ايه بقى؟ لازم ابدا معاه بدري، ابدا معاه حاجه اسمها ايه؟ قول ايه اللي هو مين؟ اي سي انهبيتور او بديله اي ار بي. وطبعا انت عارف ان الاثنين يعتبروا زي بعض لايك ماتريكس. يا اولاد ما يتاخدوش مع بعض ابدا، الاثنين عيله واحده على فكره، والفرق بينهم تفرق كف اشهر الفرق بين الاثنين دراي كف، صح ولا لا؟ فاللي ده بيمنع الانزيم فبيعمل بيزاب راديكال يعمل كف، فلا بيقفل الريسبتور التاني مش دعوه براديكال يعمل مش كف. المهم انا امتى ادي علاج في مريض بري هايبرتنشن؟ قول انت ما تناموش قوي يعني لو معاه دايابيتس او كرونيك كيدني ديزيز. تمام. السؤال الثاني، طب لو جاي لي ستيج 1 ده هبدا علاج على طول. علاج يا اخ يا ريت للشروط. لو المريض بتاعي ستيج 1 هياخد مونو سيرب. يعني ايه مونو سيرب؟ يعني 100 حسب ايه؟ حسب الجينيتك بتاعه. اسمع وايت وايت ويانج، على فكره هنا الشرط لازم يتم مع بعض. يبقى وايت في سنه اقل من 55 سنه هياخد دواء اسمه ايه او ايه؟ مين هو الايه؟ ايه سي او ايه ار بي. طب لو بلاك معلش الثانيه اور انت اور بلاك طبعا بلاك باي سن خلاص اور مش ده اور اور ده وايت. لا ركز معايا عشان معلش هنا في غلطه مبعين في امان فاهم مش فاهم. دلوقتي واحد سنه 45 سنه هو وايت يبقى ايه؟ 45 سنه وايت يبقى ايه؟ طب سنه 60 سنه هو وايت. لا يبقى سيدي فاهم ولا لا؟ يبقى انا يا اولاد الثانيه مش بلاك زائد اوردر، لا بلاك اوف ايش يعني بلاك في اي سن مش فارقه، او وايت اوردر ايش فوق كام سنه يعني؟ فوق 55 ساعتها تاخد سي او دي. مين هو السي ومين هو دي؟ سي كانسر شاب لوكا دي اللي هو سايزايد، صح؟ دي اللي هو سايزايد ده وريد. طبعا بيسال السؤال اشمعنى السايزايد بحب ابدا بيه؟ اكتب لونج السايزايد ميزته الوحيده يا ابني في الوالد ان هو لونج ديوريشن بس. طيب دلوقتي انا بدات مع اسال بدات مع ستيج 1 بكام درجه يا ولاد؟ 1 درجه اخترته على اساس جينيك بتاع حاجه. وسؤال بيتسال ليه بدي في الوايت اي سي نكتر بيس؟ عشان عندهم كلمه اسمها هاي رين بتبقى رين كده هاي رين. الناس الوايت بيبقى عندهم رين عالي، قلنا وايت دي زمان يعني الناس بتوع اوروبا. لا الجينات بتاعتهم بيبقى عندهم رين عالي، فالعلاج يا اما اي سي نكتر يا اما ار بيس. طب لو بلاك او وايت وسنه كبير؟ لا هنا بيبقى رين قليل على مش مطلوب اي سي ان افتر او ايه مطلوب ايه؟ سي اور دي ده كانسر مش هتقطع يا صاحبي. السؤال الثاني قدر الدراج الاول المونو ما عملش حاجه يبقى حتى الدبل ضابط. الدبل بيتاكل ازاي؟ واحد ماشي على ايه؟ سي ان اف هيجوز معاه في الدي ار بي ولا لا؟ يبقى مش مع بعض يبقى دي معايا سي ان اف فاهم ولا لا؟ يا كانسر مش هتقطع يا ايه؟ واحد سالني طب انا اختار على اساس ايه؟ يا حبيبي في حاجه اسمها انذر ديزيز مع المريض زي ما قلناها من شويه مع الانجايز. اذا المريض عنده مثلا مع الهايبرتنشن مرض ثاني يمنع دخول مثلا كاسر شابلو زي هارت فيلر مثلا ساعتها تديله سايزايد فاهم ولا يبقى ايه؟ فور سي زي دي. طب لو كان بلاك بياخد سي ياخد دي، لو كان دي ياخد سي. يبقى اذا هي دبل سيرابي واي تي زي سي او دي اما بلاك سي زي تاني. هو ماشي قوي على ايه؟ ايه فوق والسي او دي تحت. على حسب بقى ايه شكله كده. ده مون سيرب. طب انا عايز اعمل دبل سيرب سهل اللي ياخد ايه يديله ايه زي زي بتاع سي اور ها؟ طب بياخد سي ياخد ايه؟ وممكن ياخد ايه على فكره مش مشكله. طيب قدر ما جابش مع المون قول له شكرا تريبل سيرب ده ما تفكرش. تريبل سيرب يعني ناخد ايه؟ ايه زي سي زي مين يا غالي؟ زي يبقى السؤال اهو انت ادي المريض 1 دراج هو ستيج 1 دايما بيبدا 1 دراج. وانا 1 دراج ببدا بقى حسب شكل المريض. ما جابش يبقى 2 درجه، ما جابش يبقى 3، بعد الثلاثه اقول له استنى على جنب. طب تعالى نخش على ستيج 2، تعالى تقرا ستيج 1 يبقى رقم كام؟ جوني مراته اهو. طيب اذا كان مريض جالك في حاله ستيج 2 يبقى انت اول حاجه تقراها في الحاله رقم الضغط المكتوب كام وتحدد الستيج قبل ما تنزل. طيب اذا كان مريض ستيج 2 هبدا بكام درجه دكاتره؟ ب 2 درجه. 2 درجه لا اهو ستيج 2 ب 2 درجه. طبعا بيثبت سايزايد. هنا بيثبت مين؟ سايزايد دايركت ودي معاه انذر دراج حسب الكونديشن الموجود. يعني هنشوف دلوقتي كل ده ازاي تحت في الكونفيننج انديكيشن.
يعني دلوقتي لو معاه مرض تاني هختار على حسب الحاجه. طيب لو ما جابش مع دراجين سيازايد مثلا وكالسيوم او سيازايد واي سي جيم هديله كام دراج؟ مين هم التريبل اللي انا حاطه؟ انسولين. طب لو ما جابش مع التريبل بص بقى عندنا دلوقتي حاجتين ممكن ما يجيبوش مع التريبل ده ستيج 1 او ستيج ايه؟ 2. السؤال اللي ما يجيبش مع التريبل هنا او هنا بنسميه علم عليه صوم ريزيستنت هايبر ايه؟ او اف 3 دراج انسفشن تو كنترول ذا بريشر بنسميه ريزيستنت هايبر ايه؟ ستيج. يبقى لحد دلوقتي يا جماعه لاحظنا ان ستيج 1 بدأ بكام دراج؟ ستيج 1 1 دراج ما جابش يبقى كام 2 ما جابش يبقى تريبل وستيج 2 بدأ بكام؟ ما جابش يبقى تريبل ما جابش التريبل في الاثنين يبقى اسمه ايه؟ ماذا افعل بقى؟ قدامك حالة من اثنين يا اما تضيف دواء رابع يبقوا مش ثلاثة يبقوا أربعة يا اما تشيل السيازات وتحط مين؟ تمام يبقى دايما عشان لو جالك في الاختلاط في الهايبرتنشن ولقيت سيازايد وروب مع بعض تختار سيازايد امتى تدي له بقى؟ رد لا يعني زي ما انت قلت بعد كده مش متسلسل كده كانت في ريبل وما جابش يبقى لازم ياخد هنا في روزمايد بدل السازر يبقى دي حل ولا تشينج تو لوب تشينج مين؟ السازر يعني او اد فورس دراج قال لي يعني اد فورس دراج يعني ممكن تضيف دواء رابع على التلاته اللي انت بتجيبه زي مين يعني الفا بلوك او بيتا بلوك او بوزيتيف لاحظت ان البيتا بلوك متاخره قوي البيتا بلوك مش ضمن الفيرست لاين انت عارف ممكن يسالك جاب ليه البيتا بلوكر مش من ضمن الفيرست لاين بتاع الهايبر تنشن؟ كان بتزود الهايبر تنشن كام في المية؟ 50 ماشي؟ قول لا على السازر. طيب السؤال بقى اللي جاي ده مهم قوي الكومبليكيشن يعني ايه يا ولاد؟ انت قلت لي انا ممكن اختار بالترتيب الحروف زي ما قلنا وكده في حاجات بتضطرك تختار غصب عنك اسمها اختيار اضطراري زي ما او اللي انت بتختار ده غصب عنك زي ما اسمع يا ولاد كونجست بعرف ايه؟ انا معاهم مش هقعد احفظك مين بيتاخد كله بيتاخد ما عدا لو عليك كونجست بارت فيلر بدل حرف ايه يا دكاتره؟ ممنوع معاه كالسيوم شابلو صمم لو واحد عنده هايبر تنشن وكونجست بارت فيلر ممنوع كالسيوم شابلو تمام يبقى ساعتها انساه من المعادله قدامك يا اما سايزر يا اما اي سي طب لو واحد عنده كوروناري ارت ديزيز اللي هو انجينا او ام ار كله ما عدا الفيلرين اشمعنى الفيلرين يا جماعه؟ الفيلرين معاكم ده حتى يكون صعب عليه في الكتاب الفيلرين وحشتين جدع حكيت ستيفي لونا وتعالى كمان ريفلكس داكي قد كده برضه يبقى الانفيدمين الوحيد الممنوع فلو واحد قال لي انت بقى مدفين انا مدفين ابن ناس جي يبقى انا لو واحد عنده انجاين او هايبر تنشن اللي ممنوع عنه الانفيدمين انا مدفين مسموح طيب مين هيرد على السؤال ده؟ الدايابيتس طبعا بيقول لك اختار ايه اور سي ايه اللي ممنوع عنه يا بيه؟ عايز حد يقول لي مين الممنوع؟ اكتب الممنوعين يلا انت مش مكتوب ايه؟ السيازايد ممنوع والبيتا بلوكر ممنوع فاكر ولا مش فاكر؟ السيازات ممنوع عليها ولا لا؟ هايبر جلايسيميا والبيتا بلوكر ممنوع عليها يا شباب؟ بتعمل هايبو مصر تمام ركز جنب الدايريتس ممنوع بالعرض ممنوع بيتا بلوكر او سيازاي ثم رينا ديزيز اسم اللي مسموح بيه كله مسموح بيه عربي ايه مسموح؟ هو مين مسموح؟ بس فيه مفتوح ودي مسموح بس في واحد مش مسموح احنا مش كاتبينه حد فاكره؟ الوحيد اللي مش مسموح في فرينا المين؟ اكتب سازايد ممنوع سازايد ده هو الممنوع لانه بيزود بيبوظ بينا الفانكشن طيب يبقى انا هنا دلوقتي عرفت امتى هدي ليك انا حفظتك الاسهل مين الممنوع ورايح دلوقتي عرفت مين الممنوع؟ يبقى كونجست بار كده بحرف السي ممنوع في مين؟ طيب الولد اللي عنده دايبيتس ميليكس ممنوع في مين؟ بيتا بوكر وسازايد الولد اللي عنده رينال ديزيز ممنوع في مين؟ سازايد الواد اللي عنده انجينا ممنوع فيني في الريبين اللي بيعمل ريفلكس تاكي كارت. فاحنا وهنا في تحتها ان بي بتكملها اهو. الاس اللي هيبدو امتى يا احبها يا جماعه؟ هايبر تنشن زائد كله. على فكره بص الاس اللي دي بيحبوها في كله. اهو دايابيتس هارت فيلير دي في دي ام اي شكل. البيتا بلوكر بنحبها امتى يا جماعه؟ طبعا بيتا بلوكر في اللي هي حاجات ممنوع فيها قلناها خلاص غير كده تنفع زي مين؟ انجينا اريزم انكزايتي صم الكاسر شاب دكتور بيحبها فين؟ هايبر تنشن مع انجاين مع اريزما برضه على فكره ما هو بي اس بي تي حد فاكرها؟ بتفت دي فاكرها ولا لا؟ ايه؟ اه ماشي طب المهم يعني ليه اي علبه؟ باراروكسيزما يا ظلم باراروكسي كان باراروكسيزما يا ظلم اتجوزوا مع باراروكسي العكسيه اللي فوق
Fica fechando. Tá? Não. Vem aqui pro resto. É que não é que vai ficar aí. Ai, Martins, chama aqui. Tá o seu bem. Só é que ele foi, mas tem que dar cruz, mas eu já te chamo. Deixa eu ver se eu me lembro, mas tudo bem. Pus. Inshallah. E não há que me substituir. Não sei. Deixa lá. Está ali. Ele. Cai, 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 لو واحد جاله كحه من الاي سي اللي انا معتاد دلوقتي تدفع له صم عندك لو جول بيكون هي فين؟ اول واحده اي ار بي انت بتي اي ار بي مش كده زي ست بروفايلز ولا الناس اللي عندهم ايه ها؟ ثلاث كوبري ساعه اي سي الناس اللي عندهم بروستا بص الكلام ده بيقول لك انسى كل اللي فوق اللي فوق ده قاعده عامه في حاجه سبيشال يعني استثناء لو واحد عنده دراي كوبري ساعه بريل انسى الكوبري ده مهم اعتبره مش موجود تديله الاي ار بي بدل لو واحد عنده بروستاتيك هايبر تروفي انسى كل احنا قلناه فوق الدراج مش فيس فين الفا 1 بروج وفوق معايا ابو سيد واحد عنده ضغط عالي و بروست ما ينفعش تانسولوسين طبعا صح لا تانسولوسين بتاع بروستا جاس لازم برازوسين واخوان يعني الفا 1 بروج زي برازو مكتوب عندك لو برازوسين برازوسين لازم واحد يضبط الاثنين الضغط والبروستات تالت حاجه صم بقى سؤال كل سنه وشبوي وعملي كل حته البريجننت هما كام ده ينفع في فيلم مع هايبر تنشن معاهم؟ ثلاثة. يبقى كده الدنيا كده بتاعي. ألفا مصايد دوبا صم. طبعا في واد اسمه هايدرالازين اكتب كمان لا ريتر اكتبه كمان ريتر والله كده. لا ريتر اكتبه ولا لان السؤال ده مهم جدا. نظري عملي شاب من كل ده. يقول لك دلوقتي في واحده بريجنت بعدها هايبر تنشن. تختار لها ريتر. ده ضم صم. السؤال الاخير يا دكاتره حاجه كبيره معلش وخلصت. من اربع حالات النهارده معلش الهايبر تنسيف امرجنسي تعرف تشوف الهايبر تنسيف امرجنسي ارقام اهو اكتب جنبها كلمه بس فكر بقى بارنترال اكتب بارنترال الاول بارنترال يعني ايه؟ تاني حاجه اكتب جنبها جرادوال ديكريز يا شباب الناس بتنخدع في الامتحان لما يشوف الامرجنسي ده نص الضغط بسرعه اوعى لازم الضغط ينزل ايه؟ جرادوال يعني نزل بسرعه يحصل ايه جلط يبقى جرادوال انكريز ان بلاد بريشر تمام طبعا الادويه اللي موجوده كلها قال لك انكريز ان بلاد بريشر 800 جرادوال شفتها طبعا في نايتو بروستايد نايتو بروستايد ايه ايه مصباح الاثنين دي فيوجن في اف فيوزيماين عارفه طبعا حد عايز يعرف ايه في النوت بامبل؟ اف بقى 20 ساعه في الثانيه دي وان هاف اسمها ام سي كيو؟ اه بس والله في نول جوبان دي وان لا ميتا لو لا ميتا لو في دياز اوكسايد هايدرولازين لا امرجنسي الامرجنسي عالم على كلمه اورا شفت اورا؟ اداه اورا ممكن تعرف في البيت؟ عشان طب معلش الامرجنسي احنا نسينا نقول كلمه لازم هوسبيتاليزيشن كلمه الامرجنسي يا اولاد اللي فوق ده اهو لازم هوسبيتاليزيشن لان انا متحول ولازم عينيها مركزه كمان. الامرجنسي سيبت الامتحان لازم مستشفى يتحجز مستشفى. اما الارجنسي ممكن اروح اللي بياخد اورا اورا ليه بقى؟ عندك كام ده؟ كام تبريد؟ تبدا بريد في بريد في بريد ماشي معلش حاجه كبيره بس مهم. اخر حاله في الكارديو انا كده خلاص عارف ايه حاجه سهله وغريبه لا لا انا اصلا حاجات تعمل من اول التصوير يا ولد انت جاي انسى في كده بص يا عم مش عايز مبدئيا هنا على طول بقى حصه هم مخلصين الاول ما بقومش هركز على حاجتي والصرم انا دلوقتي حاجتي حاجتي والصرم انا الناس كلها بتشتكي منها تمام؟ هخلص على الفيلا واجيب كرسي ويا جماعه بص اسمعني بس لو عايز يكون حد قاعد مشغول انا عايز يمشي تعمل تسيبش ولا اسعد هو انت دلوقتي سيب ان انت راجل مسافر حته بعيد انت راجل بتطبق وبيع فنان يعني كل واحد عالم ظروف بالتصايم مثلا عايز تروح عشان تلحق وقتك انا ما تكسبش مني ولا خلاص
كل مرتاح اصلي على الله في رب ديزني مثلا قولي انت بتوصل. قال لك لا 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 انا ليه تعمل تبويض المعتاد بتعب يعني السيمتوم بتاع انت مع الاورتينري اكتيف انت ستيج بلس كام 2. قال لك يا ليه ده انا بعمل مجهود اقل من المعتاد انا كنت بمشي اتحرك الشارع كله دلوقتي يا دوبك بس اخرج من بيتنا طول ما اخرج من بيتك على طول. يبقى ده اللي السيمتوم بقى امتى مع مجهود اقل من المعتاد. يبقى اكيد الرابع لما بيفكر يعمل مجهود قلنا السيمتوم بقى ايه ريست. وصلت حضستان قاعد خلاص ازاي تقسم ستيج 9 حتى الكلاسز يبقى طبعا مين اسوء ولا مين اسوء كلاس 4 ولا كلاس 1 4 طبعا انه السيمتوم قد ايه تمام. تعال عندي يلا طلع عليك العاده في الكارديو سامي عشان تعمل حاجه في الكارديو ريست دايت هايجين ريست ولا قلل الاكتيفيتي مع السيميكيز كل حاجه انت بتنزل تعمل مجهود ست شهور دايما الناس تقول لك يا دكتور يبقى هبص في المستشفى عايزين نروح تعال توصل تقول يعني مريض محبوس احنا عايزين نروح يقول لك لا لا ما تروحيش انا ما اقدرش اقوم على السرير ايوه هتقول لي طب عايش كده طويل انت مطلوب منك راحه هتريح في البيت يبقى يا ولاد قلل الاكتيفيتي قلل الاكسرسايز ما تعملش مجهود خالص. اثنين الدايت كالعاده الملح هيروح في القلب بس الملح دايما في القلب وحش قلله. والقاعده العامه الاكل مريض القلب كل مريض القلب له اكل في اليوم عامل ازاي؟ سمول فريكوينت مين وجبات خفيفه متعدده. طبعا مريض السكر له اكل مريض السكر راجل جاي هتحفظ اسمه. المهم تاني حاجه ستوب طبعا سموكينج لو عندك سكر ظبط سكر عندك ظبط ظبط. السؤال التاني بقى دلوقتي ده جنرال تريتمنت ولو لاحظ حاجه كل الجنرال بتاع الفرد هنا ظبط يعني بطل بريست في مريض الهارت فيلير بطل بريست في مريض الانجينا بدل الهايبر تنشن بس بطل منه ايه؟ اكتيفيتي بس نص ساعه كمان خش بقى تاني بيشنت ما عندوش هارت فيلير اللي هو ستيج اي اور بي نقطه اكتب كده نقطه اكسر مفيش علاقه امال اعمل ايه؟ كنترول الريسك بقى واحد جابني عنده دايبيتس قول له سيطر على السكر عنده هايبر تنشن عنده مش عارف ايه عنده مرض فالف ديزيز مثلا في الهارت لا لا عادي اسمها ما لسه ما تعملش هارت فيلير يبقى هو بي زي في هايبر تنشن كده نو دراج سيرم. طب دخل سي او دي قول له تعالى سي او دي انت يا ليه هتمشي معانا بكلمه اسمها ال اي بي لاب فاهم جيب الدرس ومعايا على السبوره الله يكرمك لا بي الترتيب ده يعني معلش مش هحكي ما حاسس بحاجه عشان ما حدش يزعل ترتيب الدوبامين الاول الثاني وبعدين تبدلوا مع بعض عمال يقول لك ما علينا اه تتفرجوا تحت يعني بص اسمع بس عشان كان الدور جاي بيجي ثاني مثلا علينا يقول لك ده اللي طلع الثاني الاول قول له تمام الثاني بعدها ده اللي طلع علينا لكن احنا يا ابني كده كده بيجي وكيف ما علينا ما فيش احراج عادي ولا كلنا فشل والنيجا هاجي بقى يعمل ايه؟ لوب ده السؤال محترم اللوب ده مش الاول ده بس ربنا مفروض لك كل كام سنه مره ده الاول امتى يكون يبقى الاول؟ الفيرست تشويس لو في قديمة علمت عليها صم علمت عليها صم امتى تعطي لوب ده ايه؟ كدراج اوف تشويس بارت فيلر علمت عليها؟ مش مكتوب مكتوبه فوليوم اوفرلود بمعنى قديم اخر كلمه يا جدعان سواء بقى القديمه دي ولا ايه؟ بريفرال او بالمونر تعالى يعني ده لك لون ليمو دي قول مش قديمه يبقى لوب وعندي لك برنامج دي لوب قول له ما فهمش حاجه بس قديمه جسم طب بص عشان في لغط كف نوب سايت قديمه برضه بس تقول لي ما فيهاش يا ابني اي ميه في الجماعه في الجسم ضربت شو ساعتها في مين؟ لوب ده طب اسم اقدر ما فيش قديمه يبقى اللوب ده مش هيطلع الاول وما بيطلع الاول اي سي انهيرت يبقى فوق معايا بقى بالمورد الله مين الاول في الهارت فيلير؟ اي سي انهبيتور ان شاء الله. السؤال انت مين بيطلع الاول؟ جدع هتقول لي طب ساعتها اي سي انهبيتور يبقى ايه؟ يبقى الثاني. يعني لو لوب الاول اي سي انهبيتور وراه على طول. فاهم قصدي؟ طب لو اي سي انهبيتور الاول لا يقول لك اي سي انهبيتور الاول اللوب ده مش لازم يبقى اللوب مرتبط بكلمه ايه؟ تمام هي دي اقرا معايا يبقى اللوب فيرست يقول لك حاجه واحده اي سي انهبيتور فيرست في كل بص كل حاجه كده كل حاجه هارت فيلير اي مريض هارت فيلير ما عدا قديما الفيرست لاين بتاعه اي سي اساسي اهو بيشنت ويزاوت سيمتوم اوفر مرود يعني بعد كل مرضى الهارت فيلير ما عدا كل مرضى اللي هو القديم يعني اثنين الفيرست لاين سو هايبر تنشن طبعا لو هارت فيلير ما عدا ميكس هايبر تنشن اقول له تمام يبقى اي سي اولى من بلس واحد بلس اثنين بالذات انا بدي بلس واحد واثنين يا دكاتره
الكتاب العمليه لسه فيهم سنتو دايت برضو ايه سنتو دراجون تشويس الدايريتس او الهايبر تنشن مع على الهايبر. طيب بيقول لك ادت افتر دايريتك وين جيت على فكره لو انت دي دايريتك تاني واحد هيطلع لك تاني فيتامين يعني سنتو ده واد محافظ على مركزه يا الاول يا الثاني يعني ما بعدش يعني بص من اهم ادويه الهايبر وسالفه الامتحان ليه؟ هتقول الميكانيزم طبعا اللي سنتو دايريتك باظ دايريتك وتراجع تعرف بيقلل البريلود وافتر لود وطبعا بيحسن القلب ازاي هو ملوش دعوه بالعضل بس هو بيفتح بيقلل كل المشاكل في العضل فاكر حاجه اسمها كومبنساتور ميكانيزم بيمنعها كلها تمام. السؤال الثاني طبعا ببدا بقطعه صغيره عليها زاويه فيتامين امتى ادي فيتامين؟ سؤال مهم قوي يا ولاد معلش هنا في نقص حته ناقصه مهمه مش اي ميتا بلوكر يستخدم في الارض ايه؟ محافظات والله وقلت لك وانا بقول لاخر مره اهو البيتا بلوكر كونترا انديكيت ان هارت فيلر وانديكيت ان هارت فيلر ده سؤال في امتحان مثلا شبه قال لك يا ابني كده بلوكر هارت فيلر كل علاقته ببعض قول لي ليه كل البيتا بلوكر ممنوع في هارت فيلر صح؟ ايه الا مين؟ ثلاثه سبب الثلاثه اسميهم الله يكرمك واحد بيس ميتو ده دوت برول صح؟ بيسو برول ميتو برول وكار في دي لول بتكتبهم مع كل لسه بكتبهم يعني معلش ده دول مسموحين بيهم بس واحد قال لي طب جاب لنا برادو لول والحاله مستقره كل حاجه ما ينفعش اي بيتا بلوكر ابتدى دول الاولاد ما ينفع وحتى تبدا ضمن شروط الثلاثه ابدا بسمول دوز ثم زود الجرعه يعني ابدا بسمول دوزز ثم زود الجرعه لحد الجرعه اللي انت عايزها غلط انا بيتا بلوكر مسموحين. السؤال بقى ماذا اعطيهم لما تبقى حاجه ستابلايز ستيبل يعني ما يجيليش واحد المستشفى ابن حلال وركز عشان معلش الحته اللي كانت في بالي حته مهمه ما يجيليش واحد المستشفى ان كومبنسيت هارت فيلر او اكيوت هارت فيلر وتعطيه ده بقى اختاروا كده في بالك ليه؟ لان نوعيه الاكيوت او الان كومبنسيت هارت فيلر هياخد بيتا امس يتفق عليها يكون معايا ابو سكيت سياده والله اللي هتلاقيها كده ليه؟ هي هارت فيلر كلها سهله كده ليه فيها بس تريك نظام بيتا بلوكر انت فيها مكتوب ستيبل صح؟ اكتب ستيبل فيس اهو اكتب كرونيك معلش افتر ستيبل في الاس انيبيتور اكتب ان كرونيك يعني كرونيك مش اكيوت وابدا بجرعات صغيره زود الجرعه اللي انت عايزها. طيب بعد ده كله لسه المريض ما جابش يا ابني كله خلاص يبقى دي جي تشتغل طبعا الديجوكسين خلصت شويه صح؟ اهو لو ده كله ما جابش دي تشتغل السؤال الاخير هنا امتى يبقى الديجوكسين الفيرست لاين؟ انا زي النظر كيف ولعب تبع الديجوكسين ده الاخير تاني ربنا وفقه ويطلع اول مره خالص انت الديجوكسين فيرست تشويس اف هارت فيلير ويز ايه انت فايبريليشن تمام يعني ايه الترتيب بص الترتيب عملت هو عامل كل ما هو لا ترتيب ما كل ده الترتيب فين الاولى رقم واحد كله اسمه الى الحاجه واحده اللي هو اوزين ادي له الدوري وعارف كده انت عندي ميزه بكره في حاجه مستقره انت دي تشتغل الحاجه لسه ما استخدمتش على الثلاثه انت تشتغل السؤال بيقول لك انت تشتغل تبقى الفيرست لايف لما يكون هارد فيلر مش عارف ايه فيلر وانت عارف بقى مش عارف ليه بقى انت راجل ليه بقى تشتغل مع الناس فمش عارف تعرف ايه الميزه اللي بقى تشتغل يعني يعني ايه بي ايه؟ قلناش بص يا ولاد ما كنت بتسال هو عندي ده بكر مع اللي فات انا بثبت اللي فات في العلاج وادي ده ايه؟ بضيف مش بدي ده لوحده. طيب اخر حاجه ايه؟ اكيوت لا لا ما لا ستيبل ده حاجه مستقره لازم امشي عليه. ما هو بعد كيس يدخل كده كده امشي عليه. ما استجابش تبقى تشتري. بعد الثلاثه مع بعض يا رب. لا يبقى مش لازم تحط حاجه كده يا شباب حاجه قديمه حاله مهمه جدا هتعمل ايه لو جالك هرمون قديمه؟ هوسبيتاليزيشن طبعا السؤال الجاي ده يريح ازاي؟ ريستنج ان سيمي سيتنج بوزيشن شايف ساعتها قاعد ازاي؟ بس احنا نريح شويه يعني ايه نرجع الكورس ولا شويه كده عادي اللي هو مطلع عندنا قاعد كده حد عارف ليه؟ ايه؟ تو ديكريز فينس ريتيرن. انا دلوقتي السيمي سيتنج بوزيشن ده بيخلي الفينز مقفوله. الفين مقفوله. انت لو واحد نام كده فلات
الفين هتبقى مفتوحه للدم يرجع القلب كتير يزود ريلود. كان عايز الفين تبقى مقفوله متنيه. ولذلك السيمي سيتنج قلت لك ممكن تسال عليه يبقى لو قعد وانت سيمي سيتنج تو ديكريس فينوس ريتير. طيب ايه الادويه اللي استخدمها؟ طبعا الكينج بتاعهم ادام كوتين ما يبان كوتين طبعا ده مش شويه. في مورفين هتقول لي مورفين ليه؟ احنا بنسالهم ام ار زي المورفين ده اربع اسباب وهنسجلهم ان شاء الله برده في النظر بتاع المورفين. في تاني هنا بقى اللقطه بانك بوست بيوتوبيك كده كده دي تقابل عايز تكمل؟ طب اتعلم عليها مش واضح. هتقول لي انا مش فاهم دلوقتي هو انا هدي بيتا اجونست ولا بيتا بلوكر؟ لو انت فهمته لو كرونيك ومستقر وبنايس وماشي حلو يبقى بيتا ايه؟ انت دي بيتا اجونست اكيوت. على فكره اكيوت بالمره دي بس اسمها التاني اكيوت هارت فيلر. وصلت المعلومه؟ يبقى البيتا بلوكر يا ابني هو يستبدل فقط لو حاله كرونيك ستيب. انت دي بيتا اجونست وطبعا ما ينفعش في الدنيا دكتور يدي بيتا اجونست مع بيتا بلوكر. ما تصحش ابدا. ما ماليش تضحك حتى والله خطا مره غلط. طيب لو اصل مش فاهم انت بتكتب بيتا بلوكر ولا هيختار تكتب الاسم ده فانت متعارف وانت مش مركز فتديت ده مع ده غلط. تقوم راجع تاني تراجع دوايا الله يكرمك تركز. يعني انت مش مركز اديت بيتا واجنس يعني بيتا بلوكر مع بعض تعرف في الامتحان دي كارثه. المهم دوبامين عارفه؟ مش حي يقول لك في الامتحان دي ادرينالين مثلا ادرينالين ما ينفعش هو دوبامين او دوبيوتامين او عيله اسمها فوس وده استريز انهبيتور يا دكاتره. الناس فاكره واد اسمه امينو فيلم ليه هتذاكره في ورقه النظر الثاني بتاع الجرنت الازمه هتذاكره صغير عندنا في المنهج مش عارف ايه امريدون وامريدون مش عارف فاكر الامريدون ده ما كانش امر ولا حاجه. ايه المشكله؟ يبقى في توكسيك سرونكو سايتو بينجا دراج وحش يعني وامريدون ثم اخر ده باص ضريبته النايتو بالسري اغلطه بالسايت. في سؤال هنا يا جماعه جيت امتحان كده وكان كلام الصلاه الادويه الممنوعه في الار بي الدراجز اكس شفت كلمه اكس اكزاسربيت يعني اكس اكزاسربيت بتبوظ الحال. طبعا الكالسيوم شابلوك كلها ممنوعه وانا هفصل الاول سي ما بيحبش تي كالسيوم شابلوك ما بيحبش بروجست بيه. السؤال الثاني ده صعب ده جاي ان شاء الله. الانتي اريزم كل الانتي اريزم ممنوعه في الهارت فيلير الا اثنين عايز معلومه صح ده سيف ان هارت فيلير. في واحد اسمه اميودارول عارفينه؟ الكينج اللي فيه اربع ميكانيزمات ودوفي فاكر دوفي ده كان بيتاكل ازاي؟ اور الاثنين دول اتعلم عليها بس عشان انت بتذاكر البيت نوت ادفيرسري افكت سرفايف يعني ايه؟ يعني بالعربي كل الانتي اريزم اللي انت سمعتهم في الاريزم جدول كريم كيليدين ايدوكاين فينوتايب مش عارف كل ده ممنوع الا اثنين مسموحين بس مين مسموح؟ يعني لو جالي حاله اريزم ما اعرفش يعني هديله مين يا اولاد؟ اميودارون او دوفي ده اللي اكتب عليهم سيف عشان انت مش مركز دلوقتي. ونون سترويدال طبعا يا ولاد على فكره ولاد نون سترويدال عادي كل اللي عامل عيد نون سترويدال عادي كل عامل كله مفيش حد عامل حاجه نون سترويدال بريد بديلها مين؟ مين بديل؟ الباراسيتامول. طيب علشان الناس اللي عارف يا اخي الحاله اللي هي بتاعت الكيمو صرف علشان الناس اللي هيك اللي طبعا مكمل ان شاء الله بعد ما خلص كده اتفضل لي كام حاجتين وحاجتين مش هقولهم عليهم يا استاذ مش هقولهم مش اللي هي اخر حاجه رقم 10. بص بصراحه هو العمل فيها بالذات ما كانش عشاء اللي شفناه في حاله العمل بتاعت الكيف الصار يا ولاد بيبقى مثلا يقول لك ايه حاله سايكوين وانت اشتغل معاك عليه تقول لي طب انا سؤال انا اقعد انا ما عنديش في نظري حاجه اسمها سايكوين يمكن في السبيشال مش موجود في السبيشال سايكوين ما تقلقش التايفويد دي حته متجمعه في اخر الجينر كيموسايد. جابوا حاله مره كيموسايد تي في طبعا تي في انتوا بتذاكروا. معلش يا جماعه ليه؟ هو انا اللي فهمته ان التي في داخل تبع الكيمو السي كيو صح؟ اتعب بتراه مره نظر. لان التي في لو جت حالك اتهديت. ممكن الكيموسايد تيجي حتى على التي في. يقول لك تبدا بيه طبعا انت عارف ازاي على التي في. اوبريشن. تبدا بكام دواء؟ ممكن ابدا بثلاثه واكمل باثنين. المهم في ادويه اساسيه اقل لمده 6 شهور والكلام ده. ماشي ممكن يجي حاله تونسلايتس ممكن يجي حاله مينجايتس اللي ده كله كده الفكره فين؟ اختيار الدواء رقم واحد ده السؤال اللي ممكن نعتبره عامل شويه وده موجود في التجميع بتاع النظر بتاع الجينات المصابه ثم بعد كده اسئله كلها نظري ده يقول لك ده بيشتغل ازاي؟ سايد افكت ايه؟ طب لو ما ينفعش اكتب ايه؟ طب لو انا بريجننت بديها ازاي كده؟ فالصراحه دي هنجيبها برده مع بعض عشان نبدا على شويه كده. بص يا عم لما تيجي تختار انتي مايكروبيا دراج في مريض
انفكشن في طريقتين. الطريقه الاولى اسمها امبيريكال، كلمه امبيريكال يعني تخمين، استغلال تخمين. يعني ايه؟ زي ما بيحصل في مصر، لما بيجي انفكشن ما بيعملوش كلشر ولا الكلام بتاع المراعيين، اضرب شي مزرعه في حاجات نظيفه جايه بتعمل عشان اعرف نوع المانتيكوز. الكلام ده واحد يقول لك والله يا معلم تزعلي، اقول له خلاص والله ما انت زعلان. بيعتمد على تخمين. زي ما انتوا ذاكرتوا مايكرو اوريك اللي زي يعني بيشتغل اسمها جرام بوست وجرام نيجاتيف. يعني مثال طيب فوز فيه بيجيب كام بيعملها؟ سامعني يا جرام ايه؟ يبقى اكيد تاخد ادويه جرام نيجاتيف. طيب لا انا مين بقول لك اهو الادويه بتاع جرام نيجاتيف لا ما انت عشان نظر. طب ده ازاي؟ ما اشتغلوش عادي سالمونيلا بس اللاي نيجاتيف. اذا كان راجل مش دارس مايكرو عارف اهو بس اللاين بس نيجاتيف. طيب تولز رايتس اقول لك بس عشان نشوف تولز رايتس بس ده خلاص كده مش جرام بوزيتيف. يبقى انا عايز ده جرام بوزيتيف هكذا. قول لي هكذا ليه مش عارف. طيب عشان كده حاجه كده مصاره اللي بالذات انا سبتها ما حدش عبرني فما جبتش تاني قفلتوني من اول يوم. ما استعدت يا اول يوم كنت بقول الهمه ولا حد عبرني في شيء. قلت ايه والله حاسس ازاي مش والله قلت ايه هيسالوني ولا حد سال. قلت عندي حاجه من الاثنين يعني شاطر قوي وفشل. طيب انتوا المره اللي جايه بس رح نغير عمل ابن ايه رفيق؟ لا والله لما يكون سؤال ما ملوش اجابه ما ملوش. تقول لي بس انا عايز اشوط مره واحده طب انا اعمل ايه؟ انا مش لاحق الجدول انا ايه برضه؟ لكن لما واحد سالني سؤال علمي وانا شفت ساعات يا جماعه انا فاكر ساعات محطوط طول بتاع يا دلوقتي والله انا مهم هو انا مش قادر 24 ساعه بس والله لو كنت جاي اسماعيل فاكر؟ لا والله لا بشكر يا عزم ساعات بعمل لايك يعني صح؟ هو بس الامانه الافضل نوع في الدواء خالص
يعني لو قال لك الانسان ينفع ينفع، بس لو في مليون احسن. يعني اصلا احنا خدنا كفايه الاسبوع اللي بيعدي، خدوا بالك كل الثيرد جنريشن كفايه الاسبوع اللي بيعدي خلاص بقينا مع كبير مثلا كده كبير اظن ما كانش يعدي، ولذلك كان يفضل ده بيعدي لكن الانسان ينفع برضه. طب مثلا اسكان مثلا جرام نيجاتيف بس الله كل زي مين يعني؟ يبقى عليها زي مين؟ دي من السلم مش هاي. يبقى دلوقتي عندي بص يا ابني احفظ كده كل الحالات ان شاء الله المشهوره من السلم ما عدا حالتين مشهورين جدا تانيين، مين يو تي اي مين؟ كيدولون او فالسبورن. وحاله اسمها ايه كمان؟ فين بس الله طبعا بس قلنا زي الشيجيلا او سالمونيلا اللي هو تايفويد فيفر كانسر بياخد جنتراس. ده سؤال اولاني مهم جدا في دي حته سكاسه. وبرده اعتمد ان شاء الله ربنا يعني هنذاكرك فين؟ في النظري بعد ما تخلص الادويه كلها التجميع اللي في الاخر. بالذات تجميعات الكوست تايفويد فيفر المنينجايتس حاجات اللي فيها انفكشن يعني. طيب سايتنج ممكن اختار الانتي مايكروبيال ريب على حسب شويه حاجات زي روت. طبعا بص انت دي انجكشن انت دي اورال، هو الاول اورال الاورال سهل بس افضل مريض حالته سيفير يبقى انجكشن اولى صح؟ يعني انا بقى انت انت لو سيفير شفت كلمه سيفير يبقى كلمه سيفير. ولو دراج لا يمتص يعني البنسلين يا ابني معظمهم ما بتغيرش اورال صح؟ وانا هتفاصلك من هم دول بيسيل مش وقت يعني بيسيل معظمهم من الكوره يبقى لازم يجيش. طيب يبقى الانجكشن انت جاله في السبير والادويه اللي ما ينفعش اورال ومنها الامينو جلايكوسايد وبعض البريسيل. اثنين الاورال افضل الاورال افضل لو متاح يا ولاد وحاله مايلد او مودر. ثلاثه سؤال مهم جدا لو منجايتس يا ريت تدي انتراسيكال ماشي؟ انتراسيكال يعني انت خدتوها في المايكرو في السيسي. طيب ادي اول حاجه يبقى الروت ده تعرفه بسرعه ممكن ما يتكلمش فيه. الثانيه دي صعبه السن بتاع المريض. انت حافظ ان في الاطفال في ادويه ممنوعه كل ما اقول لك دول ليه او عليها بسرعه. اول دواء ممنوع في الاطفال تترا سايكل اللي هي ايه شمعة كارثه جدع فلوكينون اللي هو سيبر وكوان ها ارثوروباسي فاكر ارثوروباسي؟ طيب كورونا فينيكول كلمه مشهوره ايه؟ ايه دي سندروم سالفا كرنيك لايك اوف يبقى الاربعه دول احفظهم واتفرج حفظ وانت ماشي بالصفحه دي كمان في حاجات حفظ صمت. لو قال لك يا ابني خد دي احسن دواء في التايفويد فيفر هتشوفه في المراجعه بتاع العملي او المراجعه بتاع التجميع بتاع النظري سيبر سيبر سي اللي هو كينولون. اسمعني بس الله يكرم مصر احسن دواء في التايفويد هتلاقيه مكتوب سيبر فلوكساسين افضل دواء فيرست تشويس. تقول لي سؤال لو جالي طفل عنده 10 سنين وتايفويد فيفر تبتدوا سيبرو يعلقوه في الاكل على طول. تقول لي مش انت اللي قلت فيرست تشويس؟ يا كذاب سيبرو او كيدرون ممنوعين في الاطفال وصلا ما وصلتش. سؤال تاني الصرفه كذا والصرفه ده كانوا بيحبوه جدا في التونسلايتس مثلا ينفع في التونسلايتس او ينفع في اليوتي ار بس لو طفل رضيع لسه مولود ممنوع وصلت فاهم دي ولا لا؟ وبعدين انت مش فاهم يعني سيبرو كان احسن دواء في التايفويد يستخدم في التايفويد حتى لو طفل لا لو بريجنان لا يا ما لا فانا اولاد اذا وجد سبب يمنع استخدام الدواء دور على البديل. طب ما تيجي نلخص يعني انا هو نفس الكتاب كان يعملها اسهل يجيب يمكن مصاب خمس حالات احسن ويجيبه بنظر. بص يا سيدي لو انا هتكلم عن تايفويد مثلا هقول لك يا عم عشان اجيب الايه التايفويد احسن ثلاث ادويه فيه سيبرو فلوكساسين اهو يا عم في دواء اسمه سيف ترايكزون عارفه لا اللي هو السيرت جنريشن في دواء اسمه كوترايموكزازول ان شاء الله في الامتحان بعون الله. ايه الكوترايموكزازول ده؟ الكومباينيشن بتاع السلطه والتايموسوبين. سؤال دلوقتي انت امام يا ابني حاله تايفويد ان شاء الله وجالك طفل 10 سنين هتختار الوزن عنك ايه؟ الوزن عنك ايه؟ ده ممنوع في الاطفال. هو ده الترتيب بتاعه سيبر احسن دواء ثم سيبت رزول ثم كنت رايم زنون. لكن انت لو جالك طفل 10 سنين طب بلاش واحده بريجنال لا واحده بريجنال ما ينفعش اديها كيلو طبق ولا صرف لازم تديها يا اما بنسين يا اما كفالوس بورد.
وزي ده الترتيب، بس اذا وجد سبب يمنع يبقى انسى الترتيب. الاولى مصلحه المريض، يبقى دي قسم مثلا تايفويد. طيب مثلا حاجه زي التي بي، ولا التي بي حاجه موجوده في النظري مش هتكلم فيها، عارف تي بي في ادويه تجيني على التي بي ولا لا؟ لا بالنسبه للكلام ده انسى الكلام ده. في ايزومايزايد، ريفامليسين، بايرازينامايد، اسابيتول، وستريبتو ايه؟ الكلام الثلاثين بتوع التي بي مكتوبين، بس بيقولوا والله في مكتوبات قبل ما تحل عليهم سكيو. طيب في حاجه انا شفتها يا ابني انجايتس. طعم الانجايتس عندنا فوق احسن ده مين؟ الانسولين اللي هو بيستجيب. او اي دواء باص بلاد برين بارير. عشان نخلص. يعني مثلا لو انت بتذاكر نظر، ايه الادويه اللي بتعدي من الكيفان وسبورين بلاد برين بارير يا جماعه؟ فريسكو سكند ولا سيرد فورس؟ افتكر بجد. لا السيرد فورس. مش عارف كم لازم من زمان. السيرد فورس بيعدي ما عدا ميرا. ميرا ستاجم اللي يعدي بلاد برين بارير. دي الفكره. ماشي؟ طيب يبقى دي يا ولاد فكره ان انا لو عندي دواء هو الدراج اوف تشويس بس الحاله تمنع، يعني بريجننت او لاكتيتنج او طفل صغير، قول ما ينفعش. ده الدواء. طيب يبقى البريجننت طبعا اليانج قلنا ابويا اربع درجات والاوتي ايش يا ولاد ما تبقاش اماني باك سايد. انت فاكر كلمه اسمها اوتو سيست ولا اوتو؟ ودي بتحصل اكتر مع استبدال مع مين؟ ثم البريجننس صم. انا النهارده في حاله بريجننت معاها هايبر تنشن وبريجننت معاها انفكشن. البريجننسي اثناء الانفكشن انسى كل حاجه انت عملتها. كل الادويه معظمها ممنوع عليك، لان كل الادويه بتعدي. وقلنا من زمان مش الدواء السيف هو اللي ما يعديش بلاسنتا ولا ايه؟ معظم الادويه بتعدي بلاسنتا. السيف اللي يكون سيف بعد ما يعدي بلاسنتا. وزي كده كده معايا وكل مولد دواء ليه مسؤوليه. فول انتي ميكروبيال كروس بلاسنتا. بيحصل فيه ترمال فورميشن وسكتر سايت. طبعا كده زي كده عارفين بيعمل كريشن للكالسيوم بيأثر على البروتين صح؟ الامينو جلايكوسايد ممنوع بيعمل ايه؟ اكتب الصلفة ولا بيعمل ايه؟ لما الصلفة تنك مين تاني ممنوع؟ اكتب بينرول. بينرول دلوقتي سيبه بيعمل ارثروس. على فكرة الأدوية ممنوعة في الأطفال. هم ممنوعين برضه في البريك. ولذلك هنا اللقطة دي اكتب عليها مهم. السؤال ده دكتور جات لي حالة بريجننت عايز اديها دراج انفكشن. قلت له كله ممنوع قد ايه؟ أحسن دواء سيل في البريجننت بينيسيلين. ولو قال لك بيعدي بيعدي بس هو سيل. طب لو عندها منه الرجي البديل بتاعه اريثرومايز. علم على الجمله دي صم. تاني بيتر يوز بي 30. طبعا يا ولاد معلش مش بنسلم بس عشان لو اتزنقت يعني حاجه زي مش بنسلم ينفع كفال اصبر اكتب على دي 30 الاثنين سيل بنسلم وكفال اصبر. يبقى انت لو جيت النهارده ركزت في الحته دي البريجننت اللي عندها انفكشن انا ده ولا ايه؟ بنسلم وكفال اصبر الاثنين سيل يا جماعه. اثنين سيل. طيب اقدر عندها حساسيه من دي 30 مش عايز تعمل 30 لا خلاص البديل تاخد اريسو ايه؟ حبيبي اريسو مثلا هو البديل المحترم من البنسلين والكل نفس السبيكتروم نفس كل حاجه. دي حاله مهمه صح. طيب حاجه ثالثه اللي شبهها لاكتيشن. حضرتك اللاكتيشن بتنزل في الملك زي السلفا تتراسايكل كلوروكينول نفس يبقى اذا انت مسجل هم اربعه انتيبيوتيك عاملين مشاكل في البريجننت في اللاكتيتنج في الاطفال. ايه الاربعه؟ خصوصا ها اس تي سي لا حافظها لك قبل كده استاكت فاكرهم ولا اس صلفا تي تترا سايكلين سي كورونا في كوتادرا معين ومين الرابع بتاعهم؟ اللي هو كده الاربعه دول بلاش فين؟ الاطفال والبريجننت ولا فين؟ طب السؤال الاخير امال مين اللي سيف يا ابني في الثلاثه؟ البي تلاتان سيف صاحب بنسلين او فلسبورين بديلهم مين؟ كانت قربت شويه. طيب نقرا السؤال اللي بعده. اميون كومبرومايز مش والله ما عنديش معلومه. بعد ما قاعده ضعيفه وعنده سكر او عنده بيشرب كاميرا او تستفيد من الكومبينيشن. علم على الكلمه بس. طب ست بص يا ابني طبعا انت بتخاف دايما من اي دواء في الفارما بس انا عندي بروتكس من حاجتين كده وكده كده وكده شو يعني كده وكده؟ مكان ايه ومكان ايه مطروح؟ التمريض اللي هو ايه؟ انا بخاف من الكلى خاصه طبعا مع دواء مشهور جدا بيعمل نيفرودوكسيستي اسمه ايه ده كده؟ امينو ده بالذات اوعى مع الكلى عدو الكلى. لو الكلى بس اسمعني اسمعني عشان ما تقولناش ده. لو قلت لي يو تي اي ينفع فيها امينو جلايكوسايد ينفع بس الكلى تكون ايه؟ سليم. فاهم ولا لا؟ يعني لو في انفكشن في الكلى ينفع دي لانه بينزل في الكلى اون تشينج بس بشرط يكون الكلى وظيفتها سليمه يعني الكرياتينين سليم والكلى فانكشن نورمال. اقرا برضه عشان يبقى الكلام ابتدائي. يقول لك افرينال ديسفانكشن لو الكلى تعبانه الجي اف ار اقل من 20 مللي بير مينت فوق اللي بيت الكرياتينين
يقول لك ظبط جرعات معظم الانتي مايكروبيوتيك معظمهم ماشي حتى امان ولا بس كلهم. طب الهيماتيك الهيماتيك ديسفانكشن بخاف الدرجين عليهم بخاف من الريستروميسين لانه لو فاكر بينزل في الباي ده مثلا في الجدول الكبير اسمها سي بينزل في الباي بيعمل جونز وده اسمه كلوروكينولونز اللي هو ايه سيبروكول. طيب هقول السؤال لو جاوبت تبقى شاطر قول لي انتي بيوتيك ممنوع في جي 6 سي بي دي ديفيشنسي اكتب صلقه صح انتي من اللي انا جاي من انتي بيوتيك درسناه ممنوع في جي 6 سي بي دي ديفيشنسي صلقه صح بيعمل ايه ايبولس. طب اللي يقول ده يبقى شاطر قول لي انتي بيوتيك بخف عليه من سلو اسبيريت قول ايزومايزايت ايه ايزومايزايت. طيب اخر سؤال حتى كان مش هرمي اللي هو كو اكزيستنج ديز اسمع واحد عنده مع المرض الموجود سيشر او اي بي اس معلش عشان هنا في حته انا نبهتها انا برشح فيها تاني اللي عنده ابيليبسي معاه انفكشن في الجسم هو بقول لك بلاش الادويه دي بنسيبلين وبنبرين كينرون احنا متفقين على الكينرون اللي بيعمل ابيليبسي والبرين بنسيبلين ممنوع فقط كده ممنوع لو انتراسيكال يا ولاد بنسيبلين ممنوع في الابيليبسي لو كان انتراسيكال اكتبها كده. في حاله جت في الامتحان قبل كده مريض عنده منجايتس ودخل في نوبات سهر وعايز يعالجه الدواء بنسيبلين يبقى بنسيبلين مش ممنوع في الابيليبسي ممنوع فقط لو ايه؟ انتراسيكال انتراسيكال تمام؟ طيب ايه تاني؟ الابيليبسي قلنا له كينوز طب ما سيبلين يا ولاد المايسيني ممنوع في مين؟ ممنوع المايسيني في ايه؟ هواي حد فاكر ايه؟ بتاعي الاستاير كولينريز كده بتاعي الاستاير كولينريز حتى كده دي حته مايكرو بس برضه بص لها معلش بالذات دي كلمه ميكس ديتكشن لو واحد الراجل عنده انفكشن ميكس يعني نوعات جرام بوست يعني احسن حاجه ايه؟ كومبينيش ايه ده يغطي جرام بوست وده يغطي جرام ايه؟ نيجاتيف احسن واحد يغطي جرام بوست طبعا اكيد في بيليسيل ماشي في كليندرايسن فاكر كليندرايسن ده اسمه هو الراجل في الجنرال ماشي مين مهم كلهم مهمين لحد الاسنان النظر كلهم مهمين سلوك كلهم في طبعا جنتمايز بتاع الاولاد بصوا لازم يعني انت اللي قبلها دي انا مش فاهم ولا كلمه هي ما فيهاش ولا كلمه اساسا يعني انا نظري بعد كده بقول نظري طيب انت بتاع الايرن اسمعني السر السوق ماشي ولا كلمه كده بس معايا ثلاث كلمات الدايابيتس والبيبتس انسر والبرون كلام ايه؟ لا ما اعرفش اللي هيمشي خلاص اللي قاعد بقى شويه شطار ان شاء الله انا كده كده كنت طبعا بطلب عشان ايه؟ دايابيتس يا ولاد لا اطار الجاهلين ده ابدا بالدايابيتس فاللي هيمشي يمشي ده يقعد يقعد والله هيقفل الامتحان ان شاء الله كده في الفيديو اصلا ده انا حاجات دي انا فاكرها اصلا نمشي يعني ان شاء الله